إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا في بعض التغيرات الفسيولوجية بأجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لتقدم السن في الأمراض الأوعية الدموية والقلب. راح نتكلم عن القلب والأوعية الدموية بشكل عام. قد يضعف النبض مع تقدم في السن، قد يحدث زيادة في تركيز الدهون وخاصة الكوليسترول يعني، وتراكمها يعني على جدران الأوعية الدموية، فتفقد أيضا مرونتها بجانب يعني التغيير بمادة الإيلاستين. الإيلاستين وأيضا مادة الكولاجين أيضا مما قد يعني يؤدي إلى تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، ويمكن أيضا تجنب كل ذلك من خلال يعني الاهتمام بالرياضة وتقليل الغذاء الدهني والإقلاع عن التدخين. كما ننصح المسن عند القيام من وضع يعني الرقاد أن يجلس أولا ببطء حتى يعني يتعود جسمه على الوضع، ثم يقوم تدريجيا لتجنب انخفاض ضغط الدم المرتبط يعني بالوضع. وأيضا قد يؤدي إلى الدوار أو سقوط أو يحصل له هبوط في ضغط الدم بعد الجلوس من النوم مباشرة. أيضا من الواجب الاهتمام بكبار السن وعدم إهمالهم في هذا الجانب، ومراجعة الطبيب المختص في هذا الموضوع لكي يعني محاولة يعني الاستفادة من الوضع والاستفادة من الطب بأكبر فرصة ممكنة لمساعدة هذا الشخص. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.